السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ستورز بوان ام ا. اليوم غادي نشوفوا بعض العلامات اللي كتبين لينا باللي عندنا مشكل في جوانت كولاس. العلامة الاولى اللي كتبين لينا باللي جوانت كولاس ديالنا فيه مشكل وهي كيبدا يخرج لينا واحد الدخان بيض. هادشي كيعني باللي الماء تسرب لنا لي بيستون، ومن لي بيستون مشى للشاكمه. داكشي علاش ملي كنديماري وكتسخن الشاكمه كيولي واحد القطرات ديال الماء هما اللي كيخرجوا، وملي كيتلاقاو مع الهواء تيطرا واحد التفاعل، داكشي علاش كيخرج لينا دخان بيض. العلامه الثانيه وهي ملي كيبدا ينقص عندنا ليكيد دو غفروديسمون، هادشي كيعني باللي راه عندنا مشكل في جوانت كولاس وهذا كيشكل خطر على الموتور ديال الطوموبيل. العلامه الثالثه وهي ملي كنقلبوا الزيت ولا ملي كنحلوا ديك البوشونه ديال البلاصه فين كيكون الزيت، كتبان ليا بحال صفوريه، بحال واحد الرغوه كتكون تكونات لينا ولا كيتكونوا لينا واحد الترسبات. هذوك الترسبات راهم خطر على الموتور وخطر حتى على الجوانت كولاس. النقطه الرابعه اللي غادي نشوفوا وهي ملي كيتخلط لينا الزيت مع الماء، وبما ان الزيت خفيف على الماء ملي كنحلوا داك البوكال ديال ليكيد دو غفروديسمون تيبان لينا باللي داك الماء راه ما صافيش، يعني راه الزيت مخلط معاه، وهذا الشيء راه كيشكل خطر كبير على الموتور حتى هو، وباللي راه فريمون عندنا مشكل في جوانت كولاس. واخيرا هذا الشيء كامل اللي قلنا راه كيؤدي للسخونيه ديال الموتور، يعني ملي يشعل ليا الفويون ديال الموتور سخن نمشي نفيريفي هذا الشيء كامل، حيت يقدر يكون تسبب ليا في مشكل ديال جوانت كولاس. وواحد القضيه اخرى نسيتها، حتى ملي لاحظوا الزيت بدات كتنقص بواحد الطريقه اللي غير اعتياديه نمشي نراقب جوانت كولاس ديالي راه يقدر يكون فيه مشكل. كنتمنى تكون هذه الحلقه نالت الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا جيم وابوني لاشين يوتيوب. نتلاقاو في حلقه اخرى.